اليوم في عنا بطولة الشطرنج للذكور والإناث، طبعا مرحلة أساسية عليا وثانوي. الفائزين راح يروحوا بعد العيد أو ثاني يوم العيد إلى الوزارة، وإن شاء الله نفوز على مستوى الوطن. لعبت هسا مفاجأة وفزنا على المرحلة الأولى، في ضايل لسه مرحلتين، لسه هم جايين المدارس ما إجوا، نتغلب عليهم إجوا نلعب معهم ومنشوف، وإذا فزنا بنتأهل للوزارة بنلعب برام الله وبالمركز هناك، وإذا فزنا بنكسبها معك. أنا شاركت ببطولة الشطرنج، وهي بطولة بتحتاج الذكاء، وبتمنى المستحق يفوز.